اتفقنا جدا. نحن اليوم ان شاء الله نحكي عن موقع ستاك اوفر فلو. ستاك اوفر فلو هو واحد من اكبر واشهر المواقع اللي على الانترنت. بيتميز انه ما فيه شيء غير سؤال وجواب، بالرغم انه في كثير مواقع هي مواقع سؤال وجواب بس ما في شيء ثاني. بس ستاك اوفر فلو حسيت انه فيها اقول انه يحكي كل المواقع الثانيه، بس انا اتغلب عليه كلها، فحسيت يستقطب كل الناس اللي هم اللي عنده. طبعا هالشيء كيف حسن يعمل هالشيء هذا وان شاء الله احكي عليه هلا الموضوع حكينا. بس الفكره انه بدنا نحسن نستفيد من الويكيولوجيا الموجوده هون حتى احسن نحن نعمل شيء مثل. يعني ما بدنا بس نحن هلا انه نتعرف عليه ونروح، وحتى ما بدنا بس انه نشارك فيه، يعني بدنا نفهم الفلسفه تبعه، فلسفه التشارك تبعه، فلسفه التفاعل بين الاعضاء، لحتى نحسن ان احنا نعمل شيء خاص فيهم. فطبعا ان شاء الله باخر المحاضره في مفاجاه ساعه، مو عزيمه لا مو ضيافه يعني مو ولد يعني مو ولد هلا جايين عم طريق جماعه القصص الموارد. فمثل ما حكينا انه في كثير كان مواقع قديمه اكيد بتعرفوا سامعين بياهو انسرز، ويكي انسرز، انسرز دوت كوم، اكسبرت اكسشينج، هذا الموقع اللي كثير ركض صارك متضايق اذا فتت عليه. ببساطه بيكون حاطين السؤال بيقول لك حتى تشوف الجواب تدفع مصاري مسجل، فواحد يحس هيك كثير خيبة امل انه انا معقول بدي ادفع لحتى اشوف كونتنت، حتى اشوف كونتنت. فمن هالمواقع هي يعني تقريبا كان ادم شيل اشهر شيء عندهم ياهو انسرز. لو انا مشكله بياهو انسرز يو عكو واحد من الاسئله المشهوره كثير او اسباني فورم عم يسال انه هذا السؤال. فمن هون بتشوف انه انا مو موقع اكثر شيء يفوت عليه واحد والله مبرمج، او واحد والله خايف على مكان اختصاصي، او والله واحد خايف يستفيد. فوت بتلاقي اي سؤال، بتلاقي اي جواب، بتلاقي ممكن تلاقي ناس عم تخانق، ناس عم تصب بعضها، ناس شو بعرف ايش عم تساوي، مع انه بالرغم انه هو تابع لياهو، يعني المفروض يكون كثير 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 مشهور. ياكو كمان الانسرز دوت كوم كمان نفس السؤال. كمان حتى بالمنظر تبعه بتحسه انه مو خرج، يعني هلا هون حاليا في سؤال يعني لسه المنظر احسن. بس انه المنظر تبعه مو خرج مكان انت تتفاعل معه او انت ترتاح انك تفوز عليه في اليوم، اعلانات ودنيا وحكي. هلا كان بالنسبه للمواقع الاجنبيه طبعا هي كثير احسن من المواقع العربيه، يعني برغم كل سيئاتها حتى لو سالوا هاو سبابي فور مش بعرفني وصور واعلانات بيضل احسن بكثير من المنتديات عنها. ببساطه بفوت على منتدى، منتدى الاسره، منتدى استراحه، منتدى الكمبيوتر والجرافيكس. طب شو جاب الاستراحة للكمبيوتر والجرافيكس بتاعتي؟ منتدى حواء، منتدى المطبخ، منتدى في واحد اسمه كرسي الاعتراف، يعني من هالحكي فاضي يعني. فبتحس انه انا خلاص ما بدي فوت لهون، لانه انا عن جد يعني مو مكاني هون وما عم برتاح هون. حتى بتذكر من زمان كان في موقع اسمه منتديات حالة المصابين اللي بيكونوا اونلاين شي كذا الف واحد، اونلاين هلا فايتين وبيعطوك رتب بالعضوية انه اولا تسجل مستوى جديد، بعد فتره مستوى متطور. كان كل حكي عن مسلسلات لانه مشاركات بالاعلام، مو انه موقع ما بنعرف حدا يعني له رانك للترتيب. شوف مثلا هون ركن ادب دماء، عالم ازياء، ركن مواعيد، ركن فرق شيء، ركن كرسي الاعتراف. حدا توقع هذا منتدى شو؟ لا قربت بس لا هو اكيد عرفه. لا في اقسام فرعيه مع المطبخ. هذا منتدى على اساس خاص بالهاكينج بالهاكرز. ايوه. هذا بوست لمحل يكتبها الصوره منتديات مثل العاصمه الديزاين كونتراكشن. بتلاقي اخذين لوجو تبع زاك ترامب. باك تراك احسن توزيع لينوكس الهاكينج كذا حاطينها لوجو لهون. ما هيك انت تحت تلاقي الحكي. وغاية بيكون هون يعني مشاركات يعني كثيرة وحكي ونقاش ومع اساس بدنا نطور ونحسن، وكل ما بدنا نطور بنفتح منتدى جديد، يعني هذا هو التطوير. طبعا لكل منتدى في مشرف، واذا بتحكي كلمة بروح بسكر لك الموضوع، بروح بقلعك لبرا، يعني حالة بصراحة.
فكانت الناس يعني راسها مرحلة يأس يعني انه شو هان يعني خصوصي يعني لك تفوت يعني هذا موقع الاسطواني كتير منيح اذا كان هيك تفوت تلاقي تنعمى بالفلاشات وماذا تفعل هيفا في السعودية اكتشفت الان حتى في اوقات يقولونك انه بنات في بنات ممنوع دخول الشباب طب شلون بيحددوا لك اذا انت شاب ولا طب تحس انه عوامل جذب غبية وهو مش داعي كله غبية اذا رجعنا للناس اللي ناحية مثلا جوجل هلا ممكن تسال انت انا ليش ما ليش احد يكون عندي موقع سؤال جواب هي جوجل مين بيسال بيعطي بس المشكله انه في كثير مشاكل اولا انه ممكن يعني تحط اسئله يعني ما انه توصلهم اللي بدك اياه انه توصل لسؤال واحد ثاني بس ما رح توصل للشيء اللي انت بدك اياه بالضبط غير هيك ممكن كثير توصل انه انت سال سؤال يكون تلاقي شيء 500 جواب تمام شو جربهم كلهم بس حتى احسن اعرف شو بيساوي ممكن يكون كثير في معلومات هي عباره عن موقع موقع مثلا سبام او شيء في شيء كثير مشهور بمحاكاه بحث اسمه الاس اي او سيرش انجن اوبتمايزيشن فهذا الاس اي او انه انت بصير تكتب فوق شيء مثلا سؤال خصوصي اسئله انه وين بدي لاين الفلاتي الثاني وين بدي لاين شوفها بيطلع لك رواب تحت اغلب هالرواب بتكون هي عباره عن روابط لصفحات منغم سبام صفحات فيها اعلانات صفحات فيها انه فيك ستور وكذا بيقول لك انه فوت ودفع مصاري بالاخير ما بتطلع لك شيء فكمان ما لها طريقه مضمونه بنوب انك تسال عن طريق في مواقع منيحه في مواقع انه خرج تسال فيها وتجاوب فيها انه بيقولوا لك نحن خلال ساعه في كثير رح ترجع منك على سؤال وبالفعل هيك يعني ما في كذب ما في مصير واللي فعلا بجنبك هو عن جد شخص كثير محترف كثير شاغل بالشيء اللي انت عم تسويه او بيعطيك دائما الجواب اللي انت بدك اياه يعني ما بتطلع له وقت الهدوم مثل الاكسبيرينس اكسشينج هلا هذا الموقع صفي لفتره كثير طويله محافظ على ذاك انه هو فوق اول شيء وكانوا يسموه يعني موقع الايفل يعني انه موقع شرير كثير يعني بتلاقي نفس السؤال اللي انت بدك اياه بالضبط سأله واحد بس للأسف لحتى تشوف الجواب يعني بيقول لك إنه والله فاده وفعلا كان مثل ما بده الأخ اللي سائل بس تفاعل صار فهيك الواحد بحس هيك بحرق قلب إنه نفس سؤالي نفس اللي بدي إياه وبالفعل استفاد وبدي فوت وسجل وادفع حتى لو دفعت لازم في شروط إنك تضل مكمل يعني مو بس بتدفع وخلص وهنا يعني مو إنه دائما بده مصاري ممكن إذا أنت فتت وصرت تجاوب وتعمل وتكون إنه عضو فاعل ممكن يعطوك هيك إنه شيء شهر ببلاش أو إنه والله بحق لك تسأل شيء خمس أسئلة ببلاش بس يعني صفى موقع مجتمع محدود يعني مجتمع أولا مجتمع خبراء يعني هن عم ياخذوا مصاري حتى يجاوبوك وغالبا الخبير يعني ممكن إنه يجاوبك جواب ما أنت كثير تحسن تفهم يعني ما كثير تحسن تعرف هو شو اللي قصده بالضبط مع انه هو خبير اذا كنت انت كثير مبتدئ والا او بده يشرح لك كثير حتى تفهم عليه ف حتى من الشغلات المنيحه اللي بنلاقيها بالعالم العاديين انه بتلاقي ما بيروح لعند اشطر واحد مثلا بالصف او اشطر واحد بالجامعه بتلاقي ما بيروح لعند واحد بحسه هيك شوي من مستواه انه والله هذا ممكن انا افهم عليه اكثر بيشرح بطريقه بسيطه اكثر بيشرح قريب للشيء انا بفهمه فاكسمنت اكسشينج يعني صفوا لفتره طويله من الأماكن الكتير يعني مشهورة بس للأسف كان بدها أنها تسجل ما في أي حرية المبرمجين من طبيعتهم الخبراء ما كتير بيحبوا الأغاني المعجوبة أو أغاني السوشيال يعني هلا شوف كتير قليل تفاعلهم مع العالم سواء على فيسبوك أو على الأغاني هاي أو مثلا تقول له والله فوت على منتدى الدردشة ما بعرف مستحيل يفوت على هيك أغاني مشان ما بعرف شو مبين كثير يعني عم بقول لك انت قريت التعاسه تبع الباب خلص بكفي تواصل يعطيك العافيه تواصلنا اليوم فالمبرمجين او مو بس المبرمجين خبراء باي شيء خبراء بالطب خبراء باي مجال فيزياء فلسفه بتحسهم انه هيك شوي لحاله لانه ما كثير بيلاقوا المجتمع اللي هو خرج يتفاعل معه يعني عنده يا منتديات منتدى حواء منتدى الاسره يا اما موقع ويكي انسرز بتلاقيها معجوقه كثير وما فيها الشيء اللي انت بتطمح له يا اما اكسبيرت اكسشينج بدك تدفع وبتحس حالك انه انت يعني هون عامل بالموقع ما بتحس حالك انه انت عم تقدم شيء او عم تستفيد ما بتحس انه انت جاي مالك تقرا شغله الا ليدفعوا لك
أو جاوز يعني ما بتحس أنا أنت لك نية لتعمل شيء غير والله مقابل أجر. فإجت معنا فكرة من شخصين، واحد اسمه جيف أتول، تاني جورج سبولسكي. وللأسف إنه واحد منهم من إسرائيلي وكان يخدم الجيش الإسرائيلي حكي، بس يعني ما فيك إلا تحترمه لعنه، إنه وصل لشيء كتير كبير بخلاف إنه الناس اللي قامت القضية صح وز يعني حتى بيحكي كتير أوقات بتحسه بالسياسة، بس يعني مجبر إنك تحترمه لأنه قدم شيء. فإجت فكرة إنه بدنا موقع نحسن نقدم فيه البيئة اللي خرج الناس الخبيرة تتفاعل معه، يعني أي إنسان مين ما كان، حتى لو كان صغير، حتى لو كان شخص إنه كتير خبير، بس قدم له المكان اللي خرج يتفاعل معه وهو لحاله بيجي نعمل. يعني نحنا ما نقصنا ناس، ما نقصنا خبرات، ما نقصنا عالم تشتغل، بس هن اللي بحسوا إنه ناقصوا المكان اللي خرج يشتغلوا فيه. يعني في أوقات إنه بتحس إنه يكون مثلاً شخص عامل لك إنه كنبانات وطاولات، إذا بتلاقي ناس قاعدة عم بيرمش هنا هيك مرتاحين على الدرج، يعني بحسوا إنه أنا هذا المكان مفلي، راح أقعد على الدرج. حتى في ما بعرف في قصة عن كنيسة أو شيء كانت عم تتعمل لفترة طويلة هيك شيء، فجاي ناس إنه تشوفها هيك، فما كان في إلا قعدة، فبتلاقي ناس كلها بتقعد على الدرج. فبعد ما صار يعني تقعد فيها ضلوا عم يعملوا إنه خلص أنا هاي القرنة اللي حبيتها والمجتمع اللي مرتاح فيه. فبس إنك الفكرة إنك تقدم شيء اللي بيحسن الشخص إنه أنا هذا مكاني هو لحاله بشي. فإجا وقتها فكرة إنه خلينا نعمل موقع Response Type Overflow بيكون بس سؤال وجواب، بيكون ما فيه إعلانات فلاشات جافا سكريبت شيء بيخلع جوجل أدز بيسون تاني انتفاع توقع بمجي بتاني إعلان عن الستيتات والمنتجات. طب أنا شو ليش بتعرضوا لي هيك إعلان مثلا، حتى لو كان في طريقة شوي ذكية لأعطوا لك إياها. طب إنه أنا ما بدي أشوف هيك شيء، ما بدي حدا يخدعني ويكبس وتلاقي بياخذك على موقع ما بعرف وين، وغالبا بيكون إنه أغلبهم سبامات، ما بعرف إذا حدا فاهم الموضوع. يعني أغلب الدراسات الإعلانية تكون إنه سبام الشيء الثاني، يا بيقول لك نزل لي الأنتي فايروس، يا بيقول لك يعني إنه بدنا نخلص من الحكي كله هذا. بدنا موقع ما يكون فيه إرنة حتى تحط فيه توقيع هيك، يعني تلاقي واحد مثلا شايك شي 10 مشاركات بالصفحة تبع المنتدى وحطت صورة ما بعرف مين، لا تتحداني انني لا اعرف شو بدي احكي عن مالها حقيقية. فبتلاقي انت مضطر تشوف التوقيع اللي بعد الهيك مضطر تشوفه شي 10 مرات ورا بعض، اوقات حتى بتكون الصورة اكبر من السايز تبع الصفحة، بينخرب منظر الصفحة كلها. وما هيك بتلاقي انه بيحط لك كل المواضيع روابط هيك شيء 50 موضوع. انا ليش اشوف هيك منظر يعني؟ انا ما فايت بس الاقي سؤال، فايت استفيد معلومة معي، هاي فايت لشوف الحكي هذا. فاجا هذول الشخصين انه خلص خلينا نعمل هذا الموقع بيكون فيه كثير نظام صار رح احكي عليه هلا ان شاء الله، وما فيه شغلات هي نشوف. يعني مثلا انا من حقي انه يجي واحد يعمل موقع لاجابه مثلا على الامور الطبيه، من حقه مثلا يعمل على الاجابه تبع مرض الحالات الوسطيه، بس مو من حقه انه يجمع كل هالحكي هذا. كمان انا من حقي انه اعمل موقع مختص بشغله واحده، ما بدي فوت شوف مين شغله. ف مثل ما بتعرفوا بالانترنت في كثير قصص. ستاك اوفر فلو ما له ويكي، ما له ويكيبيديا، ما له موقع ويكي، ما له بلوج، ما له منتدى، ما له موقع يعني 3D بدي تدور موقع انه تسافيهم عباره عن اي شيء، وخصوصي انه الشيء اللي شغال حاليا والله فيلم طلع جديد قديش كذا، يعني شغلات الشغالة بالوقت الحالي هلا هو الشيء بيجمع كل هدول. يعني هو مكان فيك تسأل فيه، فيك تتعامل فيه مثل ويكي، فيك تتعامل فيه مثل بلوك، فيك تتعامل فيه مثل منتدى، بيجمع لك كل هالقصص هو بيعرف الناس. هلا الشخصين اللي عملوا هدول هذا الموقع ما كانوا طلاب، ما كانوا شخصين عاديين، ما كانوا طلاب بشعرهم تبع الدمشق، ما كانوا ما كانوا ناس مبتدئين حتى طلعت معنا الفكرة هي. لأنه هي عبارة إنك تعمل هيك موقع، هي لازم تكون قوي بفلسفة الإنترنت قبل ما تكون قوي بالبرمجة، تفهم إنه الناس من وين عم تهرب، تفهم الناس شو ما بدها حتى تقدم لها الشيء اللي بدها. فكان أول واحد جاي هذا طبعا البلوج تبعه لسه مشهورة تقريبا قد الموقع على ستاك أوفر فلو، عنده بلوج اسمه كودينج بورد بحط فيها كثير قصص، بتلاقي إنه غالبا مضطر يسكر تعليقات على البلوج تبعه
بكون كثير ناس بتشارك كثير ناس بتفهم. فاذا حدا مهتم انه يجي يفوت على الاغاني كثير بفوتها. جول الثاني كمان عنده بلوك بس انا شو بحسه اقل كمواضيع وكتفاعل من العالم بس هي كمان كثير شغاله. هلا ستاك اوفر فلو اول ما بلش كان في كثير ناس حكت انه شو هاد شو الحكي هذا انك تفتح موقع يجي من مكان يجاوب مستحيل يعني والله بيجيني واحد ما بعرف شو بيجيني واحد ثاني ما بيعرف شيء حتى يجاوبني وانا ما اتخبط من وراه هذا ما فاول شيء كان شوي معارضات من الناس خصوصي الناس جماعه المصاري تبع الاكستشينج وجماعه الناس اللي حاولت تحطها دائما شو هذا مستحيل تسوى. فاول ما بلش كان بلش ب 2008 بالنصر 2008 تقريبا فبلش بقى 1000 سؤال 2000 سؤال 3000 سؤال هلا صار في مليونين و200 رقم هدول هذا الرقم للاسئله تمام. طبعا هذا انا اخذته امبارح هلا بفوتوا بتاعه غير رقم يعني ممكن هلا يكون زايدين في 500 سؤال اقل شيء. اوقات اول ما بتعمل تحديث الصفحات يعني نزل اسئله طبعا هدول مو بس اسئله 90% او اكثر من هدول الاسئله متجاوب عليهم بتجاوب عليهم والشخص اللي سأل قال انه خلص لقيت الجواب. فحس انه شيء كثير كثير كبير بوقت كثير قليل بس لانه حس انه هي البيئه المثاليه لحتى انت تتفاعل معها. هلا حتى احكي شوي عن نظام ستاك اوفر فلو شو اللي بيميزه عن غيره شو النظام اللي موجود فيه. هلا هذا اللي بتعتبر انتم هو الجواب تعمل لك 3 answers انه في على هذا السؤال في 3 اشخاص جاوبوا. ففي رقم 6 اللي هني هو عبارة عن كم شخص قال انه هذا جواب منيح. انه كم شخص كبس السهم الفؤادي انه هذا جواب منيح جواب مفيد جواب ما نوي يكون كامل يعني ممكن يكون فكرة بس معلش اعطينا انه شيء منيح شيء نستفيد منه. بس تعمل افوت لحدا يعني هي مو بس انك اعطيته والله سهم فوق وصار يضوي واعطيته رقم. هي كثير بتحمل معاني نفسيه معاني فلسفيه انك كشخص انت مجاوب وجاك بس اجى شخص عمل لك واحد لفوق يعني بتذكر اول مره واحد عمل لي افوت مع انه ما كنت بتعامل شيء يعني ما كنت مجاوب جوابني بتحس انه انت خلص اجى واحد هيك يقدر وانه انت قدمت شيء ببلاش وما هيك اجى مين قدر لك الشيء وقال لك انه والله شكرا انا استفدت. طبعا هذا الستة بالعادة في ناس مثلا بيكونوا 100 وطالع انه بيكون جريت انسر كثير يعني. ف طبعا العادة اللي انه هذا هي وين بتنصرف شو يعني اذا بدي افوت هي عادة بتنصرف عند النظام اسمه ريبيوتيشن. ريبيوتيشن بنساهم نقط انه كل ما شخص عمل لك افوت لفوق بتاخذ 10 نقط يعني مثلا هذا الستة بيكون هلا اخذ 60 نقط. حتى يجيبوا قديش هي صعبة القصة يعني انت بدك تحاول كيف تهنا حتى تجيب شيء 1000 رقم 1200 يعني انا مصلي على الطح في قديش ومعي شيء 1500 بس وتركته فتره ورجعت. في شخص عنده شيء 200 375 صار شيء 375 شخص اسمه جوس بيت هذا هو الاسطوره تمام صار عنده شيء 375000 نقطه. طبعا هذا انه شخص ما يعني ما حدا يقارن حاله فيه ويفوت على الموقع مشان ما يحس بالاحباط انه خلص ما رح يصير مثله. هو عباره عن يعني فيك تقولوا انه عمل من حاله اسطوره عن طريق هذا الموقع يعني عمل من حاله شخص كثير مشهور عن طريق هذا الموقع مع انه ما كان مره فاتحين موضوع انه انت بتنام انت. طبعا هيك سؤال ما فيك تساله هون هيك سؤال بدك تساله الموقع اسمه ميتا دوت ستاك اوفر فلو انه اذا عندك سؤال عن هالموقع اساله هون. بس هون انه بتسال بس اسئله بالبرمجه. فبمتى ستاك اوفر فلو مره فتحوا سؤال انه هذا شخص انت بنام ما عندك حق تجاوب بتفوت انت تجاوب ما بتلاقي الا خصوصا اذا كان سؤالك سهل وواحد مبسوط انه واخيرا سؤال سهل حتى فبتفوت ما كان تكتب الجواب تنزل لك لمسه اجابه انه في شيء ثلاث اربع جواب مش الحق. طبعا يكون هذا السنة جوز كنت أول واحد خصوصي إذا شيء له علاقة بتركيا فحكى إنه هو ما عنده أي وقت نعم لجانب قال إنه أنا على الطريق هو بيركب بالقطار يوميا ساعة واحد ساعة جانب فهالساعتين وغير هيك إنه بكون عارف الشغل بس لما الليل فوت لحي شي 10 أجر بعد ما شو فكان سبيلهم يعني حالة نفسية رهيبة للعالم
لانه صار في انه تسوق رهيب مع انه بلاش ما حدا يعطي شيء، بس انه والله انا والله عندي مثلا 10,000 لقطه على ستاند اب، معناتها شغله كبيره يعني. فالناس بدها تجاوب، صار في تحس انه والله انا خلص هذول فعلا عم يصرفوا الشغلات اللي انا عم ساهم فيها. فمره فتحوا له حتى موضوع اسمه جونز كيت فات، انه حقائق عن الزلمه، نحكون هذا بني ادم ولا شلون يعني. فبلش الاجوبه على انه جونز كيت كان ديفايد باي زيرو. فكروا هو طبيعي عيد فيه شيء 200-300 فان، حطوا لهم اياه بس فوزوا شوفوا انتم بالميت تايم ناو. كان واحد قال انه هي وزنت بورد خلاص كومبايل، ما اجى بينادي اجى على طريق كومبايل. واحد انه وقت اللي يعني يطلع له كومبايلر ايرور يطلع له رساله اعتذار من كومبايلر ما شفتها، انه اسفين بس طلع لك انت ايرور. فكان كثير انه تحس انه انا ممكن اصير مثل هالشخص، ممكن اقرب من حالي اسطوره على طريق بس اني فوت وساعد. طبعا هلا نحكي انت شو بتستفيد على يعني الصعيد الشخصي، على الصعيد غير قصص النقط وغير قصص التقدير والمعاناه. طبعا هذا الشخص مو وحيد، يعني في وراه ناس عندهم مثلا 240,000 230. هلا حتى حسين قيم الناس بشكل عام بهالموقع بيعتبروا انه اذا انت عندك 10,000 طالع معناتها انت شغله كثير كثير كبيره. يعني حتى في مقوله من جورج فوسكي اللي عامله انه جيب لي اي ريبيوتيشن 5 ديجيتس، انه 5 نقاط يعني 10,000 طالع 5 مرات معقوله، لا احسن اعمل لك شغل وين ما بدك وين ما بدك. طبعا هذا الحكي ما جاي عن فراغ، يعني انت حتى يكون عندك 10,000 نقاط لازم تكون كثير جاوب كثير شاغل كثير عامل شيء كثير. فتلاقي ناس بعدين اخر شيء والله عنده 173 كي كي يعني كيلو، مشان ما يقول لك 1000، والله عنده 137,000 كيلو نقاط. معناتها انه بس انه انت انا عم اقول كثير بعيد هدول، ليش ما بصير مثلهم؟ طبعا هلا ان شاء الله رح احكي كيف بصير مثلهم، بس نحكي شوية ميزات الموقع. هلا حتى انت مثلا اجاك مثلا 6 اجوبة قد ما كان، فخلص الجواب اللي بدك اياه مباشرة بتعمل له اكسبت الاشارة الخضراء اللي هنا. انا خلص هذا هو الجواب اللي رح استعمله واللي فهمت. طبعا من فوق ال 90% من الاجوبة من الاسئلة عفوا في عليها اكسبت، يعني صاحبها وصل لمعرفة. طبعا في منهم ما بيعملوا اكسبت، ناس هيك فايت على الموقع مو عارف ليش يعني اكسبت، مع انه هو بيقول لك انه بليز اكسبت. لاي شخص كاتب لك تعليق انه إيه هذا هو اللي انسب لي اياه، ثاني مو كاتب اكسبت، مع انه هو بيطلع له رساله انه في ناس لا انا عارف. فعشان هيك اخترعوا شيء اسمه اكسبت ريت، انه انت بناء على الاسئله اللي عملها كم مره عامل اكسبت، فلازم تكون 100%. حتى لو ما حدا جاوبك، انا معي شو الطرق انه اذا ما حدا تفاعل معك كيف ممكن تفرضهم يتفاعل معك؟ انه حتى لو ما حدا جاوب، يعني حتى لو انت مثلا اجاك كذا جواب خلص نقي اللي بدك اياه وخلصنا. فبتلاقي مثلا ناس انه والله 10% اكسبت ريت، فبيقولوا له تحت تعليق انه يا روح اعمل اكسبت ريت ظبطه يا ما رح اجاوب، لانه عارفين انه ما رح يجي وراك شيء انت ما رح تعمل اكسبت. طبعا لما حدا بيعمل لك اكسبت على جواب انت مش عم بيعطوك نقاط زياده، فبتحس احيانا بالاهانه انه كانه ما بدي اعطيك اياها. فانا جاوبت وصار معي اكثر جاوب وبقول لك انه يا سلام بريك خلص هذا هو الانسر اللي بدي اياه. طب بس يعني وقت اضطرت اقول له يا ما نعم وبعدين تلاقي اختفى خلص ما عاد رجع. فالاكسنت هي كثير انه شغله مهمه، فاذا واحد فهمت انه لا تخلوهم يقولوا منكم انه والله ما حدا ما عم يعملوا اكسنت. لا الشيء اللي ما حكينا انه وين منتدى الاسلام وين منتدى حواء وين منتدى كرسي الاعتراف، ما في منتدى قال بس سؤال اكيد مع الاسئله اكيد ما محطوطه هيك يعني. فالفكره اللي كثير ضخمه لحتى ترتب الاسئله وتصنفها هي انك تستخدم شيء اسمه تانكس. تانك بكل بساطه انه انت سالت سؤال، طيب هذا شو له علاقه؟ له علاقه بسي شارب بالدوت نت باللينك مثلا ما بعرف انه خلص كذا ثلاث. فبتكتب تحت يعني لما بتسال السؤال انه هذا له علاقه بالسي شارب بالدوت نت وباللينك، مباشره بيطلعوا تحت هذول الزر خلص. بدل ما طلعوا تحت صار بكل بساطه شخص بده يعرف كل شيء سال بالسي شارب، بيك بس على التاب تبع السي شارب بيطلع له كل الاسئله اللي سالت، ما في داعي يكون عندي منتدى السي شارب. وبكل بساطه كمان انه انت بتقول انه طيب
ايه مما كان في حب بيكتر وشو بعرفني يعني ما عاد بينه. لا انه هي في مفهوم دني علي امجد ما كنت معك اسمه الفولك ساينس، انه التاجات اللي بيحطها المجتمع وبلش تتفاعل معها لحالها تبلش تطلع لفوق لحالها تبلش تبين. يعني مثلا الاستشهاد بيكون في شيء 200,000 سؤال، اللي ما بعرف شو في مثلا 100,000 سؤال. ف قصة التانكس هي اللي عم بحاول، يعني صار لي زمان عم بحاول اقنع فيها كثير عالم عندهم انتباه، يعني مستعمل تانكس يعني لا هيك اخي ما فينا نحكي بشيء. طب شو دخل يعني انه في طرق ثانيه لحتى تكتشفوا؟ لا انا بدنا منتدى فلان والمشرفون هون فلان فلان. طيب اتصلوا هلا لاحظوا على جنب في تانكس ما علق بس انك تصمم. لازم مثلا على جنب في لانه شيء اسمه الفيفريت تانكس، انا شو بفضل التاجات اللي شوفها. فبس يكون في تاجات بس ما محطوط سي شارب، بس يكون سؤال فيها سي شارب مثل هذا لحاله بيتلوى لحاله بالبرد انا مباشره. اجنور تانكس وهذول التاجات انا سالاتي ما كنت ما في غير قال لي بلاقي ايفون اندرويد وانا مالي علاقه فيهم فعملتهم اجنور. تلاقي انه خفت هيك الضوء طبعا ما عاد بين كثير وبتعرف اللي بالصفحه. والشيء الحلو اللي بكتب لك فوق انه في 270 سؤال انت مهتم فيهم، فانت على الاغلب فيك تعرف تجاوب عليهم. يعني بدلك على الشيء اللي بتحس انه يا سلام اخيرا في واحد هيك بيعرف انا شو بعرف وعم يسال وعم يدلني. فشغله التانكس انا برايي انه ما رح بعد فتره ما عاد صرت تلاقي حدا انه عم يقول لك منتدى مدري شو منتدى خلص كله رح يصير تانكس. حتى مو بس هيك التانك بكل بساطة أنت جاي عمالك تتعلم استشهاد، بتفوت بتلاقي كل الأسئلة اللي لها علاقة بالاستشهاد بتجرب تجاوب عليها، بتجرب إنك تحاول تفحص خبراتك فيها، ممكن تكتبها حسب لاحظوا فوق newest features فاهمكم بولس وأكتب، لأنه أنا بدي أشوف ترتيب الأسئلة حسب كم مرة بتصوتها، بدي أشوف ترتيب الأسئلة حسب إنه مين هلا شغال الحديث هيك. فهذا الحكي يعني يعتبر كثير قليل بالنسبة للشغلات الموجودة بالمحل. يعني عن جد إذا بعد المحاضرة إذا ما حدا بفوت، إذا في حدا ما بفوت وبيجرب يستكشفه يعني ما في مشكلة كبيرة. وبعد كل هذا إنه اللي ما بتلاقي بأي موقع لاحظوا على هسا شغلة البانش. البانش هي مثل عبارة عن وسام تنعطى أنت لأنك عملت شغلة كثير كبيرة. طبعا في برونز في سيلفر في جولد. يعني مثلا أنت خلينا نقول حطيت لينك يو ار اي الموقع فات عليه 200 يوزر و200 ديفرنت ار بي، فمعناتها انه هي انت تستاهل وسام عليه. يعني حاطط لينك في 200 شخص اهتموا فيه فبيعطوك مثلا بادج معين بتطلع جنب اسمك انه هذا الشخص حصل عليه. في مثلا انه مشان يشجعوك انه والله اول سؤال بتساله بيجي حدا يعمل لك ابوت بيعطوك بادج اسمه ستودنت. اول جواب بتجاوبه بيجي واحد بيعمل لك ابوت بيعطوك بادج اسمه تيتشر. بس طبعا الجولد بقى بيقول لك اذا انت زرت الموقع 100 يوم ورا بعض من التانيين بيعطيك بادج مهدي اسمه كذا. في حد كمان مشان العالم اللي مثل جون سكيت هذول ما لهم بشر انه حطوا حد للعدد النقاط اللي فيك تاخذه باليوم، حطوا انه 200 نقطه اكثر شيء اذا قلت بيعطيك اياهم ثاني يوم. بس مشان العالم هيك ما تنضرب نفسيتها انه والله كل يوم واحد جاب لي 700 نقطة وقديش هن يا دوب بيجيهم 10 20. ففي بادج ذهبية كثير نادرة انه إذا حسنت أنت تخترق الحد الأعلى اللي هو 200 لمدة 150 يوم نعطيك بادج ذهبية. طبعا في ناس عارفينها وفي ناس صار أنت تعديت الليمت 150 مرة. في كثير قصص فوتوا شو فيها شوفوا هي كثير وهيك بتحس إنه لما أنت مثلا سألت سؤال أنا فات عليهم 10,000 مرة عالم شافوا. فهيك بيطلعك من فوق إنه أنت أخذت البانش تبع فيمس أنسر فيمس كويستشن كويستشن تبعك كثير مهم. فبتحس هيك إنه في ليته عن الإمبراطور وقت يعطي وسام لشخص يسري. عشان هيك الواحد بحس إنه أنا أخذت وسام على شغلة أنا عاملها. بتلاقي في ناس بتحط لك حكي انه بتعترض انه والله ليش انا بستاهل البانش الثاني وليش ما اعطيتهم اياها. يعني تحس انه في تحفيز مو طبيعي حتى انت تفوت تشارك تفوت تتطوع تفوت تتجاوب تفوت تسال. طبعا هذا كان مو من اختيار، كان في
كان في مواقع تانية بتعمل هيك، بس اني حسنا انها سموها بطريقة كتير حلوة. هلا في كتير مواقع بتقلك انه ليس المهم زيادة عدد العقل، بس تجي الى تشوف شغل بقلك رجاء التسويق بيكتر العقل. طيب شلون مو مهم زيادة عدد الاعضاء اذا انا اذا بدي اوقات بيقولوا لك انه ضع رد يترى المحتوى تبعك، مو بس بدك تسجل بدك تحط رد. فبتلاقي شي 70 80 صفحه كلهم هيك انه واحد كاتب على الكيبورد بس مشان يطالع، واخر شيء بتلاقي فوق بنات هيك انه ليس المهم زياده عدد. فهون هون عن جد ليس المهم انك تزيد اسئلتك ومشاركاتك تعليقاتك، مجرد ما انت تكتب السؤال فوق هي عكس مثال السؤال، مجرد ما تكتب تغيري بيطلع لك بحث تلقائي عن الشغلات اللي انت بتشبه اللي كتبتها. عشان اخي اذا حدا ساله لا تسال، ما بدنا نعمل، واذا سالته بيجي يعني بيسكوا لك انه ها بحط لك رابط للسؤال القديم، انه روح شوف هلا نحن ما بدنا نكتب حكينا. هلا مو بس بيرجيك انه انت في حدا ساله او لا، كمان بيكتب لك هي تحت الحمراء انه هلا انا شفت سؤال هون ولكن عم جرب ما سالته، انه شو هي لغه برمجه المفضله عندنا. فشو بغيت لي حكي انه هذا السؤال بعينته فيه اخذ وعطاء وخناق وكذا، فلا تساله لا لايك تو بي كلوزد، يعني شكله رح يتسكر. فحاول ما تسال هيك سؤال. طبعا هو اول انا ما بعرف شلون عاملينها بالمجيء، بس شكله اول ما تكتب فيها بين السؤال اللي بيطالع، اول ما تكتب مفضل مباشره بيطالع اللي هو التعطية. طبعا هنا انه من سياستهم انه ما بدنا انه اسال سؤال انه والله كيف بدي اعمل شغله ثانيه بالبي اتش بي، بيجي واحد بيجاوب. اما تقول لي والله مين اسرع جافا ولا سي بلس بلس؟ او والله جافا بطيئه ما منيحه شو رايك؟ هيك سؤال لا تسال. ليش؟ انا بياخذ حتى في بتذكر كانوا يعني تايحين مجال لحتى تسالك شيء بعد ما فتحوا البيتا ستاك اوفر فلو، هذا الموقع المخصص للاسئله، فبتفوت انت بتقترح انه والله هي شغله مش ظابطه، فبيبلشوا يتناقشوا فيها. يعني هو هيك الكل طبعا مين ما كان وبياخذ رايك مين ما كان، مو انك عم تحكي صح. ووقت بيطلعوا قوانين جديده، فطلع قانون انه النقط اللي بالكوميونتي ويكي ما بتنحسب، يعني مثلا 170 في غيره والله اخر فول يكون عم حاكي له في وحده انه شو هي النكته المفضله لك برمجيا، فشي نكت على جافا، نكت على بيرل، نكت على سي شارب. فهون انه ما في جواب تحكي، ما في جواب حدد، مجموعه من يساوي جواب. بس كمان مو معقول شخص اخذ 1000 ابوت يصير عنده 10000 من ورا سطرين، فلغوا قصه انه هذول ما عاد يحسبوا، بيكونوا هيك انه تاخذ بالتش عليهم بس ما بتاخذ نقط منك. هلا تحت الشغلات اللي تحت هي التعليقات، تعليق هون كمان ما في اقتباس، مثل بتصير منظرها مش على اقتباس بعد ما يصير شخص اقتباسات، لا هيك بناية من فلان عن فلان عن كذا كتب، بتحس ما عم تفهم مين. احيانا واحد بيخربط بالنسخ فبتفكر حكيه وحكي واحد ثاني وبتفوت. فهون انه تحت كل سؤال اذا بدك تحكي على شيء اكتب تحته، وحتى للكومنتس في تصويتها، بس طبعا هي ما بتنزل هيك المنظر بس مشان يبين لفوق. مثلا هون 27 انه عم بيقول له انه بلس 1 لانك كتبت هذا الايميل تبع مايكروسوفت. ما بعرف ليش كنت كثير بحب اتناقش على مايكروسوفت. هلا في كثير شغلات انه الحكي ما بعرف اذا حدا عنده اهتمام عن الحكي في شوفها، بس رح احكي شوي. ليش في بعض الاسئله بتتسكر؟ بيقول لك انه انت حطيت سؤال ما في حدا بيحسن يجي يسكر لك يا مدري، لازم يجي خمسه يصوتوا، وما فيهم يصوتوا هيك على الفاضي، لازم يحددوا انت شو غلطت او ليش لازم يسكر لك السؤال. هلا غالبا شو بيكون انه اكتبه انه بيجي واحد بيقول انه شو احسن كراك للسي شارب شو احسن، فهذا اكتبه هذا ما بينتمي هالموقع، هذا ما بينه هيك سؤال. في اوقات في وحده كثير غليظه كنت تحس بالاهانه، ما صارت معي اسمها نوت ا ريل كويستشن، ما له سؤال. انه شو الفكره؟ نحن ما فهمنا انت شو عم تسال. يعني بكون هيك حاكي اوقات بتحطها مشكله، فبيجي واحد لك انه ايه شو السؤال؟ شو بدك انت هلا؟ فمباشره بيجي خمسه بصوته انه نوت ا ريل كويستشن، انه بيقول لك انه والله صعب. طبعا هن بعد ما يسكروا لك اياها بيكتبوا تحت انه ليش تسكر، وهي من الشغلات اللي طلعوها بعد ما طلعت الموقع، بعد ما العالم طرحوها.
بيقول لك انه والله ما حسنا نفهم عليه هذا شو ساعه فطرينا سكر له. في اكثر من شغله انه بكون غلطان او عارف شيء. هلا هون اللي حكيت عنه بصير انه شو الحسابات نحن غالبا بنحكيها. هلا اهم شيء طبعا حتى نحكي انه ما رح نقول انه والله بنساعد العالم وكذا، في ناس ما يعني ما بنساعد. فاهم شيء يمكن نقوله انه فيك تساعد حالك. لحظة هذا المرحلة الهرم ما بعرف بالضبط شو مصدره بس ما يتوه شوي مطلوب انه شو الشغلات اللي حاليا في تتعلم منها اكثر شيء؟ ليك شغلات وانك تقرا وانك تشوف فيديو وصوت وانك تعمل محاضرات وجروبات ونقاش، بس اهم وحده هي تيتش اذرز. انه انت اهم طريقه واحسن طريقه لحتى انت تتعلم هي انك تعلم غيرك. وعلى فكره اعتقد كثير منكم جربيها تشرح لحدا شغله يعني، فبدك تضطر انك تركزها منيح، تحضرها منيح، تسلسل الافكار، تحس انه عجب. انا حتى ما كنت بعرف القصه قبل ما اجي اعملها. فالتيتشنج اذرز هو اهم مصدر للتعلم حاليا. وجربوها يعني انا في البدايه لما كنت كنت على موقع يعني يا ما انا عم بكتب لسه ما كتبت السؤال اللي طلع فيه 10 جواب مش لحالك. مع الزمن تتطور بداتا انت بتصير بتجاوب اسرع، بتصير انه دغري بتنظر فكره دغري بتجاوبها. ممكن انه تتعلم على السيرش. فانا كثير اسئله انه ما بكون بعرف بروح كيف عم بقول لك شو الجواب، واحيانا بتزبط معك انك تلاقي جواب تنسخ له اياه. بس طبعا اذا ضغطت رح تكون فضيحه، خصوصا لواحد انه حط لك رابط انا من هون جايبها وشو خد على داون بورد. اخر شيء بس اوقات كنت مع لعبه واحد داون بورد بصير السؤال هيك باهي فعلي بين. فالتيشنج اذرز هي اهم شيء ممكن تتعلمه من هذه القصه. هلا مو بس تتعلم انت من وراء ستاك اوفر فلو او من وراء مواقع ولا شيء، في اي كورس او في ميديا ضروري يستعمل. هلا عقوبة الاتصال بالدليل السيدي. أعطيكم عنكم هيك في شركة بيت واحد. إيه دايم أحلى كم. لا السؤال إنه ليش لهلا مالك أنت أصلاً؟ ليش لهلا مالك عظيم؟ السؤال اللي بنطرح لهلا أي شخص من عام. بما إنه أنت عندك إنترنت، بما إنه أنت عندك ويكيبيديا، بما إنه عندك ساكو بورتو، بما إنه عندك كل هالمجتمعات هاي، ليش لهلا مالك شغل كبير؟ لا ممكن يسأل إنه شو هالسؤال هذا؟ بالاول كان ما حد يسترجي يسال سؤال، لانه لحتى تقرا لحتى تساوي شيء شغله لحتى تعمل شيء كان المفروض تروح على المكتبه، المفروض انه تروح تدرس بالجامعه، المفروض تروح تشوف دكاتره. هلا حاليا كل شيء موجود عندك. يعني ستاك اوفر فلو اذا حدا عن جد حابب يتعلم ويكون كثير قوي بلغه ما بشغله ما له غير الموقع. يعني انا ما بعرف اذا بختلف مع شباب بس بحسه احسن من الويكيبيديا. بكل بساطة انت جاي على بالك مثلا تتعلم بي اتش بي، تكبس على تعلم بي اتش بي، بترتبها مثلا حسب الفوتس الاقل، انه من يعني الفوت غالبا اللي بياخذ اقل تصويتات بيكون اسهل من غيره. اذا واحد سال شي سؤال كثير صعب كثير له على حد ثاني انه فوق ال 100، فمباشرة انت بتشوف انه شو البنص اللي عم تطلع على العالم، شو الاسئلة اللي عم يسألوها، شو المشاكل اللي وقعوا فيها لحتى انا اتلافاها. بكل بساطة فيك انت تجرب حالك. انا مثلا صار لي عم تعلم مثلا لغة ثانية كذا سنة، فوت بجرب انا بشوف شو فيني جاوب. وواحدة من الشغلات اللي بتصدم انه مع انه انت بتكون كثير كثير بفكر حالك شغلة كبيرة وصار لي 4 سنين بشتغل بي اتش بي او كذا، بتفوت الشغلات اللي سمعان فيها بس سمعان فيها ما بقول منيح فيها ما بتجي على شغل مني. قد ما بتسمع تاجات، قد ما بتشوف مصطلحات، قد ما بتشوف ناس مجاوبة. ففي كثير اسئلة عملتها انه انا ليش عم حس بالاحباط من وراء ستاك اوفر فلو؟ انه بيجي لجاوب بلاقيهم اغلبهم انا ماني سامع فيه. اليوم اللي بيجي جاوب هيك بلاقي شي سؤال سهل بفوت بلاقي شي 10 سبب. فهل معناته انه انا ماني منيح؟ هلا هو بتلاقي انه كثير اجوبه طبعا اغلبها تشجيعيه وكمان خاطر انه لا وكذا وانت افضل بس فوت وتعلم. بس انه مع الوقت انت بكل بساطه فيك تقرا السؤال هذا، فيك تعرف غيرك وين وقف وين علق. يعني انا عن جد شخصيا ما مره فتت الا يا اما سمعت مصطلح جديد، يا اما تعلمت شغله جديده، يا اما حسنت اعرف بمب وراح يطلع لي بعدين شغلات ديفيد بلاك تذكر انه كانت طلعت لك هون.
حتى من الشغلات اللي كثير كثير مستعملها بتلاقي انه هن مثلا اخذ له مثلا شيء 10,000 نقطة على التام وانت مالك سمعان فيه بنوم، مع انه هو مثلا بيكون شغله باستشارة او شغله بالجافا اللي انت فاكر حالك منيح فيها. فبتحس انه نحن عن جد بعالم كثير بعيد وما لنا ما نحول ما لنا كفوة يعني، بس انه عن جد شخص بيعرف حجمه بس يفوت لهون. يعني كمان ما حدا يفوت على جون ستريت 375,000 طالع حاله فيه، بس فوت وشوف انه على الاقل انت شو صار معاه القصاص. في شغلات عن جد تستغرب انها موجوده، يعني مش ولا اسماء عجيبه غريبه بتطلع في ولا كوميونتي كثير كبير ولا ناس ولا دنيا وانت منو ما لك سمعت فيه. فاللي بده يتعلم اللي بده يصير عن جد شخص عظيم انا بتلاقيه هلا وقته. انت عندك ويكيبيديا فيها كل شيء، توصل عندك على النت مالك بتضطر تروح على المكتبه تشوفها، في عندك ناس مستعده تجاوبك تتفاعل معك لاقصى درجه. وعلى فكره عن جد هن ناس كثير محترمين، يعني من ناحيه انه لو شو ما كان اسمك لو شو ما كان بلدك لو حتى لو كنت عم تخبص شوي بالانجليزي بيجي واحد بيظبط لك الحكي بالانجليزي ومشان الباقي يفهم عليك. يعني بتحس انه ما عندهم تعصب، ما عندهم عنصريه، ما عندهم ببساطه لانه هن من كل البلدان. حتى يعني ياما بتلاقي ناس انه هو اسمه محمد وكذا ما بتحس بأي فرق بالتفاعل مع السؤال من ناحية الأعضاء. هلا كمان واحدة من الشغلات اللي كثير حلوة إنك الواحد يتعلم منها هي شغلات الريليتد إنه تكون فرد على سؤال. فهذا مثلا على جافا سكريبت، تكون أنت مثلا جاي على بالك إنه تسأل سؤال على جافا سكريبت وطالع لك شو المشكلة بتطلع لك بتحلها. ومباشرة بكون طالع لك على جنب انه شو هي الشغلات اللي بتشبه سؤال. وغالبا يعني خصوصا الشغلة مثل سوكيتس وجافا هلا جماعة الرابعة والثالثة غالبا رح تطلع لك نفس المشاكل، رح تفوت تقعد تكتب نفس السؤال بيقوم بيطلع لك بالريسيرش انه في غير اسئلة. فبتحس انه انت هون مانك مضطر لكتاب، يعني حتى في كثير ناس هلا انه ضد الكتاب انه شو عم بيقعد يقرا كتاب كامل، لا فوت بقرا مثلا من هون شو هي المشاكل اللي وقع فيها العالم. وغالبا مستحيل انت توقع مشكله مع حدا راح يكون معك فيها انه نفسه تمام، يعني ممكن تختلف شويه تفاصيل، بس كثير شغلات رح تفوت بتلاقي انه ناس سائلين وجاوبين عليها وحالين المشكله. يعني مثلا هون بالسبتس انه بلكي سيرفر ما سكر، بلكي الكلاينت ما بعرف شو صار له، بلكي فبتساعد انه انت خلصت كورس كامل من ورا بس الريليت بس شغلات. هلا من الشغلات اللي كمان كثير مشهورة بعالم ستاك اوفر فلو انه ما صار ما ضل موقع لحاله. ستاك اوفر فلو صار شبكة كاملة صار اسمها ستاك اكسشينج. واحدة من المواقع اللي كثير مهمة هو كريستو بكل بساطة بتفوت تكتب انت اللي كم الانفيتيشن معك، انت شو مجاوب، شو التاجات اللي اكثر شيء مجاوب عليها وبتسأل. فمباشرة الناس اللي اصحابين الشغل اللي بيعرفوا بها الموقع هاد يعني بيكونوا كثير قابلين انه يجيبوك تشتغل عنده اكثر من غيرهم، لانه والله هذا الشخص عنده كذا ماتش مثلا بالسي شارب فمعناتها اكيد هو كثير فهمان بالسي شارب. فمباشرة من هالموقع هاد فيك فبتلاقي اليو كاري توداي، وهو مثل لينكد ان اذا حدا بيعرفه انك تبدا بالسي في تبعك، وهذا كمان بتكتب السي في تبعك بتقول قديش معك، بس الفرق انه مربوط مع ستاك اوفر فلو، مربوط انه انت شو مجاوب شو عامل انت عن جد. لانه في ناس ممكن تكتب اي سي في، يعني مثلا هذا شخص كاتب لي السي في تبعه انه هو كثير على قيس الشهر وجاي وصل له سنتين ستاك اوفر فلو ما عنده اسم والله ما عنده، فهذا اكيد عم يكسب. في مره واحده كان كاتبه انه السي في تبعه كاتبه سي شارب جافا سي بلس بايثون شيء 5 شهرات، فعم يعملوا لها مقابلة ومش عارف شو، قال لها انه اكتبي لها كلاس ثاني بالسي شارب. فكتبت ما عرفت تكتب شيء، قال خلص سؤال اسهل بشوي كمان ما عرفت تكتب شيء، سؤال اسهل كمان ما عرفت، قال لها اكتبي لي اي سطر بالسي شارب شو ما كان public class شو ما كان، قال تمام ليش؟ قال انا ما كتبت السي في انا بعرفهم، انا كتبت اني سمعان فيه. ايوه طيب انا هذول اللي سمعان ومفكر انه هذول كل وقت برمجه. فهو ما عاد في مجال انك تنصب او انك والله انا مثلا اشتغلت 10 سنين بشركه انجلترا وعامل بروجكت بالجامعه عن المحاكاه
شلال محاكاة ساعة حائط محاكاة ليزر يكون هو شاله آخر أسبوع ويكون شغلينه وفراته. فهون ببين بقى عن جد أنت شو عامل. وخصوصا لما يفوتوا وبيعملوا إنه أنت والله بس عندك شي سؤال والله شي 100 أو فوق أو 90 أو 80 فخلص ما عاد في شك إنه أنت عن جد شخص كثير محترم. وهذا الموقع على فكرة بلش يكبر بشكل كبير وصار مربوط بالجيت هاب كمان جيت هاب حكينا عنه. وهلا حاليا صار على شكل إنه إعلانات جوات الموقع فأنت بتفوت على سعر وقت اليوم بيبلشوا يطلعوا لك إعلانات من كريمز حسب أنت شو مجاوب. أنه شكل فلان بلدان شخص كثير فاهم في البي اتش بي بيعرفوا إنه أنت عندك مثلا كذا نقطة بي اتش بي فبصيروا يرضوا عليك الشغل اللي متوقعين إنه تكون بيهمك واللي أنت تكون مستعد تشتغل فيه. هلا فاجو شنو ماله زي ما حكينا ما نصف الموقع لحاله صار شبكة كاملة معنا هو أول مقطع. ساكو هو الفلو هو بس للمبرمجين المبرمجة تحديدا يعني إذا واحد مثلا أدمن على سيرفر أوت شو هذا ما له علاقة صرته ما بتسألهم. إذا واحد بده يسأل بالهاردوير والله اللابتوب وقف من شو كمان ما في يسأل. فبلشوا أول شيء يعملوا سيرفر فولت. سيرفر فولت هو للمختصين بالأنظمة لينوكس وما لينوكس وبروكسي وداتابيز من الحكي هذا سيرفر فولت. بعدين عملوا سوبر يوزر. سوبر يوزر كان كمان له علاقة بالهاردوير وما هاردوير والقطع. بعدين بلشوا بقى عملوا موقع اللي ما عادش موجود الاريا بعد الميتا الاريا 51 هاد فكرة انه انت بتفوت تقترح عليهم انه بدنا موقع لشغله ثانيه بكل اسعار تفوت. فلاحظوا انه من وراء الحريه ومن وراء التفكير اللي عندهم اياها من الموقع صار في عندك موقع البسكيتات بايسكلز اخر شيء انه انت اذا عندك سؤال وتلاقي مشاركات واسئله وهاتشات نفس النظام تماما بس غير اسمه. في عندك موقع للتروف مال موقع للشيربون موقع للهوم امبروفمنت هذا ما بتفهم شو قصدهم يعني انه الشغلات اللي مصنعه منزليا وتلاقي في واحد الطبخ متذكر في كان متذكر اول سؤال هذا اللي اخذ اكثر قوه الموقع كله انه كيف فيني اقطع بصل بدون ماك تلاقي انه ايش بيقول كذا على فكره نفس النظام تماما يعني انا ما بيهمني انسان طبخ بس في كمان ناس ما بيهمها مبرمجه فليش بدك تنحرم من هالنظام هذا من الموقع هذا بس لانه هي ما بتعرف في واحد في زيان ما بعرف شو بتعرف بالطب او هيك شيء في واحد الاوبنتو في واحد جيمنج في واحد لابتل الا وورد بريس فبكل وقت صار بفوت انت على الاريا 51 بتقترح انه بدنا موقع ثاني فلازم يجي عدد معين من الاشخاص يقولوا انه نحن كمان بيهمنا هذا الموقع ويضمنوا انه هن رح يشاركوا فيه بكره ان شاء الله. بعدين يمرق لمرحلة البيتا وبس يطلعوا بس يصير فيهم عدد معين من الأسئلة وعدد معين من الأجوبة بيطلع بشكل نهائي. في موقع كمان كثير مشهور للسكيورتي إنه أمن المعلومات وأمن النظام ما بعرف في واحد بذكر مرة بعت لي تعب مقطوع عن الإسلام إنه أسئلة عن الإسلام ما بعرف إذا شي حالة ولا صارش 30% 30% يعني انه المفروض يجي اشخاص ثانيين يقولوا انه نحن مستعدين ان شاء الله. طبعا هن انا ما كنت اعرف عليها ثاور انه كل ما كان عدد نقطك اكثر كل ما بيحسب صوتك اكثر. يعني انت عندك مثلا 10,000 نقطه فصوتك بيحسب بس ممكن 5% 6% عشان بجوز يعالجوا حاله انه الناس تسجل عشان مثل ما بصير مثلا منتدى شيء تصوير تلاقي كل ثانيه عقليه جديده عقليه جديده عشان يفوتوا يصوتوا. فهون لا حسب انت تقلك هنيك بيكون تصويتك هون حسب لك كل المواقع حتى انه هلا هنا عجبتوا المواقع كلها معروفه يعني بشوف اخر شيء لوجو فيه كل شيء شغلات انت بتشارك فيها يعني كل النقاط المجموعه هلا ممكن واحد يقول انه طيب سايبر كلوب اوبن سورس لا مو اوبن سورس بس الكونتنت اللي فيه هو اوبن سورس الكونتنت اللي فيه فيك تاخده وفيك تعدله تحت الكريتيف كومنز لا هو ما بيعتبر حاله ويكي بس هو تحت السي سي كريتيف كومنز يعني هو ماله اوبن سورس يعني البلاتفورم تبع الموقع الكود تبع الموقع لحاله ماله اوبن سورس. حتى انا بقول من اوقات انه ان شاء الله ما يعمل اوبن سورس ما بدنا تكتب ما بدنا يصير موقع على حاله مصطفين اوفر شو او يصير هيك انه تلاقي اعلانات والدنيا تحس انه نزعوا لك تحس توصل لفتره بتحس انه
بابا هون بيتك وانا عم ابني فيه، وانه اذا واحد عامل تاجات غلط انا بظبط له اياها، اذا واحد كاتب مخبط بالانجليزي بظبط له اياها. فما بدنا يطلع مواقع يعني خربشات مش عارف. بس اذا حدا حابب يعمل شيء، انه مثلا نعمل مثلا ستاك اوفر فلو عربي، هلا لانه قانون انه ما فيك تكتب بالانجليزي، يعني ممنوع اي لغه ثانيه. فمثلا عندكم او اس كيو اي هذا مثل ستاك اوفر فلو تمام، بس طبعا اقل شوي من ناحيه الجوده، من ناحيه الاجهزه، من ناحيه القصص، اعتبر انه هناك في كثير ناس عم تشتغل فيه. بس بيقدم لك خيارات منك اياها كلياتها، فوتينج، بانجز، تاجات، يوزرز، ما يوزرز، اللي حكينا، وهو اوبن سورس بيتعمل. معمول على بايثون بعتقد، معمول بايثون، فيك تاخذه فيك تعدل عليه. في كمان question to answer، هني كذا واحد مو هذا دقق فيه منيح على كذا واحد. question to answer كمان نفس الشيء، كمان تحط تاجات، فيك تحط ووردز، فيك تحط يوزرز، وهذا حاولت انا بي اتش بي، بي اتش بي وماي اس كيو ال. طبعا يعني في شغله لازم نعرفها، انه هيك موقع ما بيكون 10 ملف 23 ملف، يعني ما تفكر انه انت هلا بكل بساطه بتفوت بتاخذه وبتمشي تعمل فيه، بيكون في كثير ملفات، بيكون هرميه كثير كبيره. فحتى انا عن جد واحد يستفيد من هيك شيء، اولا لازم يكون عنده كوميونتي كامل، انه والله مثلا شي 10 20 مستعملين يشارك ونطور، وبعدين يبلش يكبر. مشان بس يعني انا اتذكر مره كنت نعمل ستاك اوفر فلو عربي، كانت من ضمن الافكار اللي ما لها حل. فبلشت انه الاحرام، انه العرب ما بدهم، العرب مش عارف العرب والله بكره عم يقول لك يا سيجنتشر واعلانات وادخل على وصلتي في اليوتيوب وشو بدا ما جاوب. فكانت هي اول عقله. العقله الثانيه انه نحن عن جد ما لنا كفو بالبرمجه حتى نعليها على هيك شيء، يعني بكره هذا مثلا اذا حدا جرب ينزله او ينزل تطبيق اكبر تلاقي مليان ملفات، ولحتى تعمل شي صوره بدك تفوت على شي 500 ملف وتقيم وتعدل من وين، يعني بدك عن جد انه يعني الناس منيحه كثير لحتى تشتغل. هلا نحن حققنا الاولاني، انه صار نبلش نعمل ناس فجاه تشارك بهيك شغلات، خليك تفوت تحس انه والله عم تشتغل ببلاش وعم تبني لحالك، وانه انت عم تبني لحالك سمعه، عم تتعلم، عم تسوي. هلا صفى علينا شغلات ثانيه، انه نكون اوايا كثير باللغه. هلا ها بي اتش بي امجاد بالتعامل فتح جروب بي اتش بي تعلمه، خلص بعرف بي اتش بي. فمشان نبلش نتعلم نعمل هيك شغلات. هلا مفاجاه مشان اخيرا نحللها، رح نعمل هيك شيء بالويكي هذا الموقع. فبدنا انه عن جد نحسن نتعلم هيك شغلات، نحسن نضيف عليه، ما بدنا ناخذه ونستعمله مثل ما هو. وهي الجروب مشان اللي هلا بلش كثير كثير منيحه، جروب تعلم بي اتش بي، سواء على فيسبوك وما بعرف اذا موجود على الموقع. ف هلا مين بيعرف بي اتش بي؟ مين سمع عنه بي اتش بي؟ تمام، مين سمع عنه بي اتش بي؟ هو اكيد بيكون سمع منك هذا الشيء. هلا ما بعرف ديك ناس موقع كثير مطور ومحترم، عامل واحد اسمه عامل دماغ اي اخر سطر بقول ما بعرف اذا طب شان ولا نهايه بعد الشرح حلقه الانهاء. هلا اجى وقت الاعلان، اذا حدا بحب يناقش محمد او لانه حدا عنده سؤال شلون بيسكروا شلون بيعملوا. بس الشغله اللي بدي اياكم انه هيك تتحمسوا لها كثير، انه انت بتاخذ صلاحيات على قد ما بيكون عندك معه ماشي؟ يعني هلا في جزئيه بكل انتفاع، انه انا بصير يعني حتى تعمل داون فولت ما بصير، لازم يكون عندك اقل شيء 100، بصير انه تعمل على كيفك، حتى تعمل اب فولت هتكون عندك 15، انه حتى تكون مثل الويك كل الموقع لازم لك 10000، حتى توصل لتصير ادمنستريتر بنظامي لازم لك 20000. فهلا اعتقد كلكم متحمسين، كلكم حامدين. احنا صراحه طلاب هيك، يمكن كان لها اسئله ممكن نعرف نجاوب عليها؟ هلا كثير بتلاقي اسئله ممكن نجاوب عليها، بس لك بصراحه يعني هلا صار ولا اصعب من اول. يعني هلا كثير عم يستنوا قاعدين عم يستنوا فرصه، حتى بشوفها جرب انت تفوت على شيء سؤال، انه والله واحد عم يقول انه بدي شيء هيك مساعده بسيطه بالجافا او كذا، انت عم تكتب جواب بينزل لك، انا بسال انه في شيء 20 واحد جاوب.
مش عشان هو عنده اكسبت وخلصوا.